تدور الأيام، وزي ما الأموكسا سلين عايب الأنبي سلين بأنه أقوى منه، اضطر الأموكسا سلين إنه يستعين بالدايكلوكسا سلين زي ما شفنا الحلقة اللي فاتت، والنهاردة هيستعين بالفلوكلوكسا سلين، نفس الأنبي سلين كان استعان بيه قبل كده. نلاقي الأموكسا سلين والفلوكلوكسا سلين موجودين مع بعض في تركيبة اسمها أموفلوكس. أموفلوكس لو تفتكر الأمبيسيلين لما كان مع الفلوكساسيلين كان اسمه أمبي فلوكس. خدت بالك الأسماء ازاي بتشتق؟ طيب عندنا الأموفلوكس أورال سسبنشن 250 ملي جرام، عندنا الأموفلوكس كبسول 250 ملي جرام، عندنا الأموفلوكسين 250 ملي جرام كبسول. خدت بالك ازاي المنافسة ما بين الشركات، ازاي الشركات بتحاول تحط اسم قريب من اسم شركة تانية قوية عشان تنافسها في السوق؟ أموفلوكس أموفلوكسين. طب يا دكتور امال الشكل ده ايه؟ ده أموفلوكسين. يا سيدي الفاضل ده أموفلوكسين بس 250 على 250. يعني ينفع انت تقول هنا 250 ملي جرام؟ لا، ده معناه انه 500 ملي جرام مش 250 ملي جرام. ليه؟ لان المقصود 250 ملي جرام أموكساسيلين و 250 ملي جرام فلوكلوكساسيلين. فخلي بالك الله يكرمك. طيب نعيد القرا تاني، بقول لك أموفلوكسين 500 على 500 ملي جرام. انا متعمد ان انا اجيب لك الحته دي بالطريقه دي. هل ده معناه تركيز 500؟ يا فندم معناه تركيز 500 للماده الواحده بس، لكن ده في مادتين، يبقى في 500 ملي جرام أموكساسيلين و500 ملي جرام فلوكلوكساسيلين، يبقى اقول عليه في المجمل 1000 ملي جرام. خدت بالك من الحته دي؟ انا اضطريت ان انا اجيبها لك بالشكل ده عشان ما تروحش من مخك. طيب اللهم ده أموفلوكسين 1000 ملي جرام اهو، او 1 جرام، امال ايه الفرق ما بين ده وما بين ده؟ بس اختلاف شركات مش اكتر. الله يا دكتور ده شركة رميدة وده شركة رميدة، يبقى ازاي اختلاف شركات؟ اختلاف تشغيلات، ده كان قديم العلبة القديمة ودي العلبة الجديدة. عادي. عندنا أموفلوكسين 500 ملي جرام فايل، عندنا فلوكسامو مشهور جدا فلوكسامو 500 ملي جرام كبسول، عندنا فلوموكس مشهور برضو، عندنا اورال سسبنشن 250 ملي جرام، عندنا فلوموكس 250 ملي جرام. طب يعني هو لما يكتب فلوموكس 250 ملي جرام وما يكتبش جنبيه على كده علامة او يكتب لي 250 ملي جرام مره واحده، معناه انه تركيز المادتين الاموكساسيلين والفلوكلوكساسيلين 250 ملي جرام الاثنين مع بعض. طيب عندنا فلوموكس 500 ملي جرام، عندنا فلوموكس 1000 ملي جرام، يبقى احنا كان عندنا سسبنشن 250 ملي جرام، كان عندنا كبسول 250 ملي جرام، الضعف 500 ملي جرام، الضعف 1000 ملي جرام او 1 جرام. عندنا فايل بتركيز 500 ملي جرام فلوموكس، عندنا فلوموكس فايل بتركيز 1 جرام او 1000 ملي جرام. عندنا فلوكاموكس 250 ملي جرام ده شرب، عندنا فلوكاموكس كبسول 500 ملي جرام، عندنا فلوكاموكس فايل 500 ملي جرام، عندنا فلوكاموكس فايل 1000 ملي جرام، عندنا جراموفلوكس 1000 ملي جرام او 500 على 500، عندنا بنسيليموكس يتقول 500 على 500 يتقول 1000 ملي جرام، وما انها كانت مسك الختام عشان كده لازم تكتب صحيحه.